بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض العظمة دي. دي ملوخية، هنشوف خضرة، هنشوف هنفرزها ازاي ونخزنها، ونشوف هنطبخها ازاي بطريقة ولا أروع ولا أبسط من كده، من غير مخرطة، من غير كبة، من غير أي حاجة، وطريقة صحية. وهنعقم وهنخزن وهنطبخ وهناكل، ومش عايزة أقول لكم بقى على النتيجة، تحفة. يلا نشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي بجد، وطعم ولا اروع من كده. اول حاجة كده مبدئيا لازم ننقي الملوخية المورورة زي ما بيقولوا، تكون كده مرعرعة وخضرة وفرش. بلاش الملوخية اللي يعني لا مؤاخذة كده يعني تشم ريحتها تلاقيها مكمكمة، تعرفي على طول ان هي بايتة، وان هم رشوا عليها مية، ان هم عملوا فيها حاجة علشان تبان قدامك مورورة كده ومرعرعة. مبدئيا كده غسيل الملوخية اهم حاجه في الموضوع. انا كنت ممكن يعني اشيل الخطوه دي وما اغسلش معاك الملوخيه، بس عايزه اقول لك دي بقى يمكن غسل دي بعد 5 6 مرات غسيل. مهما تغسلي وتحطي في الميه وتشيلي من الميه هتفضل كده. لازم هننقعها شويه في الميه عشان تنزل كل الرواسب اللي فيها، وميه جاريه تحت الحنفيه في المصفى بحيث ان الرواسب ما تفضلش فيها زي ما هي. في الطبق كده شايفين بقى دي النتيجة بعد، مش عايزة اقولك بقى غسيل على الحنفية كده، بس المية نازلة رايقة. قارني بقى بين المية التانية والمية دي، اهم دي اهم خطوة تعمليها انك تغسلي الملوخية عشان صحتنا وصحة ولادنا ونظافة، وتيجي تاكلي ما تحسش بقى ان فيها رمل فيها اي حاجة. دي مش ملح، ده نص معلقة من السكر. يبقى مية بتغلي على النار ومعانا نص معلقة من السكر هنحطها في اللي بتغلي، وجنبها مية ساقعة، ويا ريت تكون من التلاجة. لو انت هتركني شوية الملوخية مش هتشتغلي على طول، تكون متلجة هتشتغل على طول. مية ساقعة عادية. هنا بقى انا بوريكم العنقود بتاعها، يعني نقطف الملوخية ونسيب فيها العنقود بتاعها، هو ده اللي بيعمل العرق، هو ده اللي بيدي سمك الملوخية وما يخليهاش تسقط منك. احنا حطينا الملوخية في المية اللي بتغلي ورق زي ما هي، يعني ما حط لا قطعنا ولا قطفنا. انت بتعملي ايه؟ انت هتخزن الملوخية ورق زي ما هي؟ لا، هوريكم دلوقتي احنا هنعمل ايه، من غير مخرطة، من غير كبة، من غير اي حاجة. لو ما عندكيش كبه ولا مخرطه ومضيعه للوقت، بصراحه انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان اقعد اخرط ملوخيه. مبدئيا كده بكره كنت بعمل بالكبه. بوريكوا تاني العنقود، ده اهم حاجه فيها، يخلي ليها عرق ويخلي الملوخيه معاكي تطلع مظبوطه، وزي ما انت بتشوفي كده تصب الملوخيه تعمل معاكي الخيوط بتاعتها دي. شايفين بقى، شايفين الجمال، وشايفين الميه التانيه سودت ازاي؟ كل يعني كل بقى الحاجات اللي هي الوحشه بقى تنزل في الميه البارده والسخنه كده. بقى هعمل الكميه دي كلها معاكم، يعني زي ما قلت لك اول حاجه اهم حاجه تكوني ضامنه الملوخيه اللي انت جايباها تكون خضره وطازه كده وفريش، ما تكونش وما فيهاش حاجه لما تشم الملوخيه. يعني انا بتحصل معايا كتير، يعني الناس مثلا ممكن اعملها في السوق، بشتري كلام من ده، يقول لي هو انت بتشميها ليه؟ ايه الوسوسه اللي انت دي؟ مش وسوسه يا جماعه، والله دي مش وسوسه. ممكن من غير ما حد ياخد باله شمي من بعيد، مش هتخسري حاجه. دي نصيحة لوجه الله، يعني عشان تبقى معاك الملوخية كمان ريحتها حلوة، لأن في ملوخية بتجيبيها أو تيجي تشتريها تلاقي ريحتها مكمكمة ولونها مش حلو. بس كده هنا بقى كده هنكمل اهو، ونشوف بقى احنا هنعملها ازاي. شايفين المية يعني الملوخية طلعت من المية الباردة، من المية السخنة على المية الساقعة، تفضل لونها محتفظة بلونها خضرة. دلوقتي كده في الخلاط، شايفين المج ده، بوريه لكم نصه على شفشق الخلاط ونخلطها كويس. لا عايزه اقول لك، لا هتتعصر وانت تعملي الملوخيه عصير، لا والله العظيم ما هي عصير، بس هتشوفها دلوقتي قدامكم. وانت شفتها في الاول لما طبخناها اهي نازله كانك عاملاها في المخرطه، مش بتبقاش عصير خالص، ان هي ما فيهاش مش مورقه يعني وفيها ورق بتاعها، لا كانها مخروطه بالظبط. وتخلصي بقى، خلصنا الكميه اللي معايا، تخزني بقى في اكياس ثلاجه زي كده، تخزني. انا فضيت بس في الشفشق ده عشان سهوله ان انا افضي بس فيها كده، من شفشق الخلاط للشفشق ده، في علبه زي دي، في برطمان، اللي يريحك. وانت عارفه طريقه تخزينك والطريقه اللي هتعيني بيها. احنا هنا لحد كده تمام. يبقى احنا عملنا الملوخيه وخرط وغليناها في يعني دقيقتين ثلاثه بس كده، مش كتير. وبعد كده عملناها في الخلاط وخزننا. نطبخ بقى، قطع طبق ملوخيه. هو انت بتعملي تقليه الملوخيه الطشه قبلها؟ لا، ده كده فصين او نص معلقه ثوم مفروم على النار في الماده الدهنيه اللي بتحبيها بقى، زبده، زيت، انا بحب دهن الدهن بتاع الدهن بتاع اللحمه، اي حاجه بقى. وتنزلي كده بنص ثوم مفروم، وبعد كده هياخد ريحه معاكي ولون كده بسيط، تنزلي عليه بطماطم متقطعه خرط صغيره سلطه كده.
احنا كده قطعنا الطماطم، هنحط بقى عليها التوابل بتاعتنا. ما تنسوش ان احنا هنعملها بشوربه، والشوربه متبهره، يعني حاولي ما تحطش هنا الملح، ما ننساش الحته دي. هنا بقى ده معايا ده يديك بلدي، الشوربه بتاعتي زي ما انتم شايفين مش سمينه للدرجه، بس احنا كده كده بنعمل طشه الملوخيه، وانت شفتها في الاول كانت سمينه ومظبوطه. هنعمل بقى، شايفين الطماطم عامله ازاي؟ مش اللي هي استوت واتسبكت وكده، لا يعني فيها قطع كده، انا عايزه القطع دي. هنا احنا حطينا الشوربه بتاعتها. ممكن بقى لو انت مش عايزه قطع الطماطم تبان معاكي في الملوخيه بتاعتك، في الخطوه دي صف الطماطم، أو اي بقى مقصوصه عندك، اي الشبكه اللي انا كنت بخرج بيها دلوقتي الملوخيه من الميه السخنه، اي حاجه هتشيلي بيها الطماطم دي، او حله تانية ومصفى وصفي. بس بجد طعم الطماطم فيها تحفه. هنا كده بقى بعد ما غلت ودخلت في الغلوان، حطيت عليها نص معلقه تاني من الثوم الني. هو انت هتقضيها ثوم في الملوخيه ولا ايه؟ بس اسمعي كلامي واعملي الطريقه دي. يبقى نص معلقه صغيره من الثوم الني، ني خالص. وهنحط بقى الملوخيه كده، ما تخليش الملوخيه تتحكم فيكي، يعني انت انزلي شويه بشويه واخلطي يعني، ودوبي وشوفي سمكها عامل ازاي. لو انت حسيت ان هي مثلا تقلت معاكي خلاص، حسيت ان هي محتاجه تاني هنحط تاني، يعني ما تخليهاش تتقل منك وتضطري انت اللي تحطي شوربه، لا حطي وقلبي لحد ما تبان معاكي السمكه بتاعتها او التقل اللي انت عايزاه. هنا كده بقى دولت شويه صغيرين من الكزبره الخضراء. لو انا ما كنتش هفرز ملوخيه كنت هخلطها معاها في الخلاط، بس انا عشان بفرز الكميه الباقيه هتتحط في الفريزر، فمش عايزه احط معاها الكزبره عشان بتسود. جربي بس الطريقه دي. هنا بقى دلوقتي احنا طبعا عاملين لها طشه قبل كده في الاول بالشوربه. هنا بقى شايفين الدهن ده بيسيح كده معايا على ما بغرف الملوخيه بتاعتنا، وهنعمل بقى الطشه اللي ولا اروع من كده. شايفين اصلا الملوخيه عامله ازاي؟ وبتقولي بقى ايه الرغاوي اللي على الوش دي، وايه انت دي مش الرغاوي خالص، دي تعرفك ان الملوخيه بتاعتك ناجحه معاكي. الابيض اللي على وش الملوخيه ده العرق بتاع الملوخيه يا جماعه. هنا بقى معلقه كده محترمه من الثوم. بص انا عشان الثوم ما يتحرقش معايا، لما الدهن سخن زياده عن اللازم طفيت النار، الثوم هيحمر من نفسه، لو استمرت النار شغاله هتحرق معاك الثوم وهيمرر معاك الاكل، خلاص باظت الاكل. شايفين بقى؟ حط بقى الطشه بتاعتك وعيشي حياتك. الثوم احمر معانا او خد لون كده، يعني مش الحمار اللي هو، وزي اي ست مصريه اصيله هنحط كبشه ملوخيه في الطاسه بتاعتنا. عايز اقول لك اطعم طبق ملوخيه هتاكليه في حياتك. شايفه عامله ازاي التقل بتاعها والسمكه بتاعتها؟ بصي ولا اروع من كده. نتيجة روعة. اعملي بس الخطوات دي ومش هتندمي، وهتاكلي احلى طبق ملوخية كلتيه في حياتك. يا رب الفيديو النهاردة بتاعنا يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. مع الف سلامة.